ordinary wishful dreaming. بشعة جدا. مين اللي جابها لك؟ انت قبل 20 سنة. ده بقى ايه؟ تأثير على الفن في الميدل إيس، على الفن بصورة عامة. فطبعاً أنت إلك تأثير على الفن وعلى جمال الستات الست. وعلى حلاوة الست، إنه واحدة الست تضل عندها ثقة في حالها إذا عملت التجميل. مش بس ستات، حتى رجال. حتى رجال. حلوة، ممكن أقول حاجة حلوة أوي الأورد ده. يعني في بلاتة الفنان وفي سكينة الدكتور. حلو جدا. هيدا الاورد اللي اخذتها
one of the best 100 plastic surgeons of the world. واو. هذا in Colombia. واو. واو. الجمال الشرقي الجديد اللي هو مثلا قمر هيفا النانسي بالمثلا اللوكال كاليغرافيك اي براوز the way the faces look يعني هلا هو سبيسيفيك للشرق الاوسط صح؟ انا حسيت كده اذا بتروح على يوروب او بتروح على امريكا ما بتشوف هيك نوع من الجمال صح؟ حتى طب حكامات تجميل هونيك ما بيعملوا يعني لا ما في طلب اصلا انا لهلا بيجوا لعندي كثير ناس بيقولوا نحن بدنا عيون هيفا وهبي نحن بدنا خدود اليسا اوكي نحن بدنا شفاه نانسي عجرم اوكي اوكي وهيدا شيء طبيعي جدا 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 لان تصور طارق انه بيجوا عندي ناس بيقولوا نحن بدنا نموت ونحن حلوين والله العظيم حتى بيقولوا بدهم يجوا علي الناس بيقولوا شو حلوه هالميته يعني عايزين يموتوا هيدا نحن هيدا جونا هيدا جو الشرقي ده فونيسيان اعتقد ممكن فرعوني كمان يعني ايجيبت اند لبنان فونيسيا are famous for this يعني from very very early times death and beauty are connected always in middle eastern art كنت فنانه كمان ملك مطربه فنانه حسناء وهو is a big 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 فنان تشكيلي حسناء انت اسم الله حلوه ما عامله اشياء كثيره يعني اشياء بسيطه جدا وبالغرب كتير عم بيقدروا الناس اللي عندهم خدود كبار فأنا على التليفون قلت لي حابة تعملي شوي خدود صحيح فهلا أنت جاهزة تعملي شوي خدود ولا لا؟ إيه أكيد جاهزة جاهزة؟ اتعامل ازاي يعني اتعامل معاه بهدوء قوي ولا اخد عليه لا لا انت شويه لا هلا انت معروف انك كثير عفوي وهيك ومعروف انك كثير هيك صريح جدا 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 وهيدا شيء حلو يعني فيك بس انا برايي انه بي كول لايك يو ار وتعرف اول ميتينج دائما انت ثاني مره تاخذ وش عليه اكثر اوكي Oh, I knew so good.
حياتي بيبي. هاي باي ماي دكتور. هاي دوك يور هير. كيفكم؟ هاي ماي ستار. فيري جود سربرايز. Yeah, such nice to see you. It's nice to see you. Hey, gorgeous. Thank you. فيفو شو اخبارك؟ صفا انت حياتي منيحة. شو بتعملوا هون؟ سياحة فاكيشن. تبارك الله. كيف حالك؟ مساء الخير والسعادة. حالك؟ الله يخليك دكتور. مساء الورد حبيبي. مشتاق لك من امبارح لليوم. وانا كذلك مشتقت لك والله. وانا كذلك عليك. يا سلام عليك حبيبي. مساء الورد. بعرفك فيفيان عزاز. مساء الخير حبيبي. اهلا وسهلا. فيفيان عزاز شرفتوا الحقيقة المكان. حياكم الله. مرحبا. سلام عليكم. اهلا وسهلا. نايس تو سي يو اجين اند اجين اند اجينات. مشاهير في عالم الفن. دكتور اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك مساء. حتى نحكي لنا وياك. فيفيان عزار اهلا وسهلا فيك. فنانه لبنانيه يعني جريئه لانك مرافقه دكتور هراتش حتى تاكدي على هالتقنيه قديشها جذابه ايضا للمشاهير يلي هي بتغني عن الجراحه. اذا فينا نقول بتغني عن الجراحه وبتغني عن الاوبر يلي بتضطر لانه بتضلك تحت الاضواء كاميرات وTV وهيك إنه بضلك بدك تعملي أوبر فيتامين أو جلو ليفت أو ميريكل أو بوتوكس أو هالقصص. سو كل شهر شهرين يعني. سؤالي بيكون حلو كتير بعطيلي أنا كتير بيسألوني. هي تنعمل على الوجه كل الأماكن مثل ما عملت ستارنا مثلاً. عملت حول الحواجب كنت بدها كاتلوك. تنعمل على الخدود، تنعمل على الرقبة، على الدبل تشين وكله. في هذه اللحظات المثيرة وأنيمال كيندم يا خسارة كان ودنا نحن احنا اللي مرشحين هالكل حتى ذاك الجودلفن كان ودنا نحن الامارات. امريكا فازت. اماراتي يعني. لا 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 صحيح. كيف الامريكي جدا مول وايد احتل المركز الاول يعلن هذا. I'm very sad about it. والله صحيح قد ما زعلان عم بعمل ميك اب. لا لانه من الزعل اخترب مكيادها فرحت. قالت انت ما تيجي كل شيء اوكي. بمجرد ما شافت النتيجة على طول وساحت بقت قامت. لا الدكتور موجود لا تخافي من الناحية. اقول لك واللي بار جاهزات على طول بيضة هاي مال الباردة شو هاي يسمى هاي الثلج ويب. على طول البيض ثلج هني وحط لها على طول. شوف يا سيدي الله سبحانه وتعالى عطى الإنسان حرية مطلقة. حتى لو حد بيقول لك حرية مش مطلقة أقول لي لا مطلقة. رب العز قال لك هذه الحياة كلها لك وأنا ربك. تبى تعبدني اعبدني ما تبى كيفك. أنا كنت فاكر هتلبسي الريش. ريش ايه يا عم؟ لا ايه ده احلى بكتير. حلو. كتير حلو. الازرق هنا طبعا. اكيد